دابا انا بغيت نجرب هاد كابنو الفيراجات وما كاينش الفيراجات هنا صاحبي، واش كديروا بالمعطر اللي كتشريو؟ ضرب الطوالات. يو السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نديرو تيست رايد ديال ابريليا كاب نور 1200 ديال الدري عشيري اس ام رايدر، اولا كما كيعجبني انا نسميه سوبر ماريو رايدر. كنت ديجا درت معاه واحد فلوك شحال هادي، كان مازال عنده سوبر موتو 50 سي سي دو طوم خموعه مسكينه، ولكن كانت قاضيه غارات داك الوقيته وداز من 50 سي سي ل 1200. اليوم غنجربوا له هاد الحلوفه كي دايره. دونك هادي ابريليا قليله بزاف السوق اللي كيعرف ليها، هادي فيتوين بحال الشكل ديال الكاتيم سوبر ديوك اللي كانت عندي، ولا بحال الشكل ديال الهارليات. المهم جوج سيلندرات على الشكل ديال الفي، 1200 سي سي تقريبا، فيها 125 خيل على شي 114 يمكن 118 نيوتر متر ديال الكوبل. ثقل ثقيله شي شويه، فيها 250 كيلو. ملي كتكون واقفه راه فريمون كتحس بالثقل ديالها. اللهم صل عليك يا رسول الله. وحتى ملي كتكون غاديه راه كتحس بالانيرشيه ديالها. لكن اي فوا كتمشى كيولي موتور خفيف، كينعس دغيه حيت عنده الكنوه ديال الديسات القدام واللور. موتور في الجلسه ديالو كونفورتابل عاليه، كيبان بحال شي ترايل، ولكن هو صراحه ماشي ترايل، نقدروا نسميوه ترايل غوتيي وصافي. حتى الجلسه عاليه، لاشيز ما عاليهش بزاف ولكن عريضه، دونك كتاكل لك من الطول ديالك. انا كنحط رجلي بجوج عاديين. الشكل ديال هاد الابريليا غريب شي شويه، القدام ديالو داير له القدام ديال سبورتيف ولا ديال تونو. المهم واحد الشكل يقدر يعجبك يقدر ما يعجبكش، انا صراحه جاني ناضي حيتاش مولف على اللوك ديال الابريليا وكيعجبوني هاد الموطو. هذا في كومبيتيشن ديالو كاين بزاف ديال الموطو، عندك الملتي سترادا واخا زايد عليها في الهورس باور وفي الكوبل وفي كل شيء، ولكن الكومبيتيشن ديالو بجوج بيهم ترايل غوتي. جي اس لا، جي اس اذا كان ما عندوش الجنطات ديال الغيون نقدروا ندخلوه معاه. تريسر لا، تريسر خفيف عليه وحتى في بويسونس ناقص وما كيهندليش بحال هذا، هذا الهاندلين ديالو راه غزال بزاف. وعندك الفيستروم الميل ولا الفيرسس الميل، هادو نفس قرابين عليه في السيلندري ولا حتى في البويسونس. سسبونسيون ديالها ريغلابل، دونك كتزيد تعلى ولا تهبط على حساب واش راكب معك شي حد، واش عندك لي فاليز ولا لا، ويمكن لك تبدلهم من الطابلو، تخليهم اوتوماتيك الموتور راسو كيعرف واش انت بوحدك ولا معك شي حد، ولا كديرو مانيول وتقلب في الطابلو كيما بغيتي. دونك هاد الموتور هذا حتى هو فيه لي مود، فيه ثلاثة هاد لي مود، فيه رود كينقص لك شوية من الخيل، ما كتبقاش داك 125 كلها كتنقص. وفيه المود تورينغ والمود سبور. الغريب في الامر انه كيتبدلو من البوطونه ديال الديماراج بحال هكا، دابا كيبان ليا في الطابلو المود رود، نبرك على البوطونه ديال الديماراج مرة ثانية كيطلع لي مود تورينغ، كليكي مرة واحدة أخرى يبدل لي مود سبور. المود سبور كيعطيك الفول باور كاملة والطرق كامل، المود تورينغ كينقص شوية كيعطيك الفول باور ولكن كينقص الديليفري. تراكشن كنترول حتى هو فيه غيغلابل على ثلاثة النيفو يمكن يطفى، ولا بي اس حتى هو يمكن لك تطفيه. دونك أنا دابا أنا حولته للمود سبور، نشوفو واش هاد الموتور كي داير في البويسونس ديالو. هاني سايقو دابا تراكشن كنترول نيفو واحد هو المينيموم قبل ما تطفيه كاع، نشوفو كي داير في ال... او دابا الطريق كتزلق، مع قبيله كنت كنكابري او كيزلق. هذا موت سبور تهز بيا بريمير، جربو دوزيام زلق شويه، كيبغي يتهز ولكن كيزلق لي كثر من اللي كيبغي يتهز. Thank you.
دونك انا قلبتو المودرو دابا نشوفو واش داك البويسونس كامله اللي فيه غادي يبغي يتهز واش تبارك الله كيتيري غير هو في الفيتاس كبار كيبقى يلعب بك الريح شي شويه. دابا انا جربت هبط به لوتوروت البروتيكسيون فيه مخيره بزاف باش البيلج عالي صدري كاع ما كيقدر فيه لا برد لا والو. الكاسك حتى هو ما كيقيسليش البرد كامل كيطلع لي فوق الكاسك. عنده هذا البيل ريغلاب مانيول من هنا كتحلهم لي من الشمال هذا عنده البوزيسيون ماكسيموم ولا رخفتو كيزيد يهبط لتحت دونك هاد البوزيسيون كتسافر فيه في الطريق بيس. الطابلو ديال الابريليا طابلو قديم شي شويه انستريمونطاسيون فيه ديجيتال ماشي كولور ما والو ولكن كيبين لك كاع داك لي زانفورماسيون اللي كتحتاج فيتاس الرابور باش غادي المود نيفو ديال التراكشن كونترول سسبنسيون الحرارة ديال الماكينة الار بي امز النيفو ديال ليسونس دونك طابلو كيبين كل شيء وعندو جوج بوطونات هنا يمكن لك تبدل بهم النيفو ديال الترانكشن كونترول تبدل بهم عاوتاني سسبنسيون تخليهم اوتو ولا تردهم بوحدك ولا جوج ولا جوج بالباكاج تفيت لا بي اس تفيت تراكشن كونترول هادشي اللي كيبين دونك طابلو كيبين لك كل شيء واخا الشكل ديالو قديم. سسبنسيون سوبل فيه ناضين تاش دابا انا داير جوج بلايص وعاد لي باكاج دونك شوفوا الغيوض باكاج ديالو مزيان يعني في بلاصه صغيره يضرب دوره كله عنده الكيدون غير هو كيضرب له في البار بريز انا كي كيضرب معليش دابا كان الموتور كنبغي نحركو كنحس به ثقيل شي شويه واش يغلب عليا لا اذا كنت قصير شي شويه يقدر يغلب عليك. دابا انا هكا كنحس به عادي كنحط رجلي بجوج في الارض نسرقو شويه ديال الطريق دابا بغيت نكسر عليه شعل لي تراكشن كونترول وهبط لي الموتور. الطريقه كي كيسكت عنده نفس البوطون اللي كتسكت كديماري وتبدل بها الموز دير بها كلشي. جرب هاد الكاتمور الاوف رود ناضيه واخا هي عارفين احنا ماشي ديال الاوف رود كاينه الفيرسيون رالي ديالها كتجيب لي زونطاريون هذيك تقدر تضرب بها الاوف رود وبالكراش بارات وبالبروتيج ديال الماكينه من تحت هذيك تقدر تضرب بها الاوف رود اكثر من هذه اما هذه تضرب بها اوف رود خفيف وصافي. حتى لي مود ديال هذه ما فيهاش المود اوف رود باش تعرف ان الموتور مصاوبين للطريق. دابا انا بغيت غير ندخل نبدل ليها تراكشن كونترول ما كيعطينيش دونك خاصها تكون ضروري واقف باش نقدر نقص تراكشن كونترول ولا نزيدو. دابا انا هنا دايرو في جوج المود كيبقى غادي نقدر نبدلو حتى هو خاصني نرخص الاكسيراتور عاد كيعطيني ندخل. انا قلبت دابا سبور تراكشن نيفو جوج ما كيخلينيش كاع نهز الموتور بالموت سبور والو مود واحد كان كيخليني من نيفو جوج دغيا كيديك لونشا وكيهبط لي الموتور ما كيخليش كاع يتهز
نيفو 3 خلاص ما نهضروش عليه، راه تسوقوا في المودرين ان فوا كي ديتكتور ويدا زلقات شويه كيقطع لك البويسونس. ابريليا معروفه كتقن لي الكترونيك، دابا هذا كنقدر نتحكم في النيفو ديال تراكشن كنترول وفي لي مود حشكل ديال لي سبورتيف ولا لي روتستر ديالها حتى هما ريغلابل. دونك الكترونيك مديفلوبي مزيان. ري كتنعس مخير هاد الكاب نور بزاف وخف فيتا طالعة. نايس 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 نايس. لافونتاج اللي عندها هو البنو صغير ديال الديسات القدام، يعني بحال اللي راك سي سبورتيف ولا روتستر. اجي ما كاينش شي فيراجات والو كاينش. دابا انا بغيت نجرب هاد الكابنون في الفيراجات وما كاينش الفيراجات. انا صاحبي واش كديرو بالمطر ملي كتشريو ضرب الطوالات؟ فريناج مخير فيها بريمبو قدام اللور، فريناج نايس. دونك باش نختمو هاد التيست رايد نزرعو على لي بوان بوزيتيف و نيجاتيف د هاد الموتور. عندك اول حاجه موتور قليل، يعني هاد الابريليا الا قلبتي في المغرب ما عرفتش تلقى شي 3 ولا 4 منها. عندك طابلو واخا سي دي ولكن كيبين كلشي، كاع لي زانفو اللي كتقلب عليهم كاينين، ما كيبين لكش غير لي بريسيون ديال لي بنو، ماشي مشكل هذيك حاجه بسيطه. حسنا هاد لوبسيون عاد ولا جداد لي موتور ما كانش قبل. عندك الموتور تخيل 250 اللي كيكون واقف راه كتحس بالثقل، ولكن اي فوا كتمشى موتور كيولي خفيف لواحد الدرجه يعني رائعه بزاف. وحتى في التنعاس ديالو موتور كينعس مخير، ملي يكون واقف موتور ثقيل يعني يكرفك شي شويه عادي. الا كان لي باجاج ولا توب كيس كتحس بالموتور ثقيل. نفس الثقل ديال الجي اس اللي جربت مؤخرا، ولكن الثقل راه مساله عاوتاني كتولف عليها وصافي. انا راه كان عندي الهارلي فيه 310 الكيلو واخا هكاك ولفت عليه. عندك موتور ماكينه كبيره غتسخن لك دغيا، دونك هاد الماكينه كتطلب الطريق في الاوفرود غادي يسخن لك اكثر واكثر. واخا هو الصراحه ماشي شي موتور ديال الاوفرود، حتى موتور حاني البو عنده حاني ما عاليش بزاف. واخا الكرسي عالي، الكرسي ديالو عريض شي شويه، هو ما عاليش بزاف ولكن عريض، دونك داك العروضيه ديالو كتاكل لك من الطوله ديالك. بالنسبه لي بوان بوزيتيف بصراحه ماكينه ناضيه، فيها الكوبل فيها البويسونس ما وصلش للدرجه الجي اس الاخريه. عندك الالكترونيك، الالكترونيك مخدوم مزيان، ابريليا معروف عليا كتخدم الالكترونيك. لا بالنسبه لي موتو سبورتيف ولا لي موتو روتستر، يعني الالكترونيك ريغلابل كتحكم فيه، بغيتي تطلع تراكشن كنترول بغيتي تبدل لي مود وتراكشن كنترول هو اللي كيعتق اكثر. واخا لي مود كيبقاو مجهدين كيما شفتوا معايا مود رود بتراكشن كنترول نيفو واحد موتور كيتهز، ولكن كتطلع التراكشن كنترول موتور كيرسا ما كيبقاش يطلع. الفيراجات موتور رائع، واخا يبان لك موتور امور كبير وثقيل ولكن كينعس مخير ديال بصح. تريسر سكتو ان فوا كتوصل لواحد الفيتاس 100 110 الموتور كيتقال في وسط الفيراج، تما هذا ما حسيت به تقل نهائيا. دونك هذا ما كان الاخوان، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.